أكون خير يا جماعة الخير، عسى الرحمن يوفقكم وين ما كنتوا ويرضى عليكم ويحرسكم بعين أهل اللي ما تنام ويرزقكم دائما سعادتين دنيا وآخرة إن شاء الله. قولوا آمين. نصيحة من قلب، إذا الله سبحانه وتعالى ستر عليك ذنب أنت سويته فاقبل هدية الله سبحانه وتعالى لك. ترى الكرام ما ترد هداياهم، أما أنك أنت سويت ذنب جدا كبير الله سبحانه وتعالى جزاك بالستر لأنه كريم، فلا تكشف أنت الذنب اللي أنت سويته. وايد شباب لما يقعدون بالديوانية كل واحد عاد يفلص اللي عنده. اليوم انا يا جماعه ضبط لي واحده انما طيحتها جبت راسها اللي معي 50 اوبو بريال شلون والله يا جماعه شفتها بالمكان ولاحقتها وعطيتها ربك ستر عليك ايش حق تفضح نفسك. هذا الانسان كان الله سبحانه وتعالى معطيه هديه اللي هو الستر، لكنه هو بنفسه فضح نفسه. فساعات الهديه لما تينا مره واحده ممكن ما تينا مره ثانيه بالوقت اللي احنا نحتاجها. جماعة الخير نبينا صلى الله عليه وسلم قال حديث عجيب عجيب عجيب، كل أمتي معافى إلا منه إلا المجاهرين، يعني كل أمتي الله سبحانه وتعالى يعفو عنهم. المجاهرين، إنزين من المجاهرين؟ المجاهرين اللي يسوون ذنوبهم ويفضحون نفسهم. والله أنا يا جماعة سويت وحط ذنب، ليش تفضح نفسك يا حبيبي؟ خاصة في السوشيال ميديا، هل يرقص هل ما أدري إيش قاعد يسوي حق الناس، يعني فضح نفسه حق الناس، هل هذا الشيء يسوى أن الله سبحانه وتعالى ما يغفر لك؟ ما يسوى. واحد يقول لي مثلا ايوه مش دعوه فهد ابي فلها، انا افلها، انا قاعد افلها يوميا، لكن في حدود للفله، في حدود للفله، ما يصير انا افلها وافضح نفسي. يبا روح اطلع واستانس وسوي اللي تبي دام بحدود الله سبحانه وتعالى، سوي اللي تبي، لكن دير بالك تحتك ستر الله سبحانه وتعالى عليك، بالتالي انت بتكون خسران ترى.